تحية وتقدير لعمر والكل اللي زي عمر، عمر اللي بيحلم انه يرفع علم مصر حتى لو في الخارج، حتى لو في الفضاء. نتمنى نشوف نفس الروح دي موجودة عندنا كلنا، عند كل المصريين اللي عايزين فعلا بجد ينطبق عليهم اللفظ ده، انه يبقى مصري يحب بلده ويحب علمه، ويبقى عايز يعني العلم ده يبقى جوه قلبه على ارضه في اعلى حاجه في الدنيا. غير طبعا المشاهد والحاجات الغريبه اللي احنا بنسمعها، واخرها حتى النهارده ان كان في محاولات وبالفعل يعني للاسف الشديد اتحرق علم مصر في محيط جامعه القاهره. على كل الاحوال نتمنى البلد دي الافضل ان شاء الله زي ما نستحق.